عموما هنحاول قدر الامكان نقربكم من الحدث بكل تفاصيله رغم كل ما عرضناه، ولكن قدر الامكان هنحاول نعرف تفاصيل اكتر من خلال زميلنا محمد توفيق اللي متواجد منذ الصباح الباكر في بدايه الزياره في استاد القاهره وحاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. محمد مساء الفل. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اولا بقى كل التفاصيل من خلالك، انا قدر الامكان حاولت اقرب بس الساده من تفاصيل الزياره واللقطات الحصريه اللي موجوده معانا النهارده على شاشه قناه الاهلي، ولكن الاخبار والمعلومات وانت بقى موجود في قلب الحدث فكل الارقام وكل التفاصيل معاك نسمعها منك، والاهلاويه اكيد عايزين يعرفوا تفاصيل جديده بخصوص السوبر ليج او تحديدا الدوري الافريقي الممتاز. في البدايه محمد، يمكن الكلام ده مش على لسان انا، ده على لسان يعني رئيس الوفد والمتحدث الرسمي باسم المجموعه اللي كانت موجوده النهارده في استاد القاهره وكمان من بعدها في النادي الاهلي. يمكن قال النادي الاهلي طبعا هو كبير افريقيا واحنا سعداء جدا بالتعاون مع النادي الاهلي ونكون في بطوله زي كده، وقال انا بقعد كل جمهور الكوره في مصر وجمهور النادي الاهلي ان دي اكبر بطوله أفريقية هيشوفوها على مدار التاريخ كله. احنا محمد من خلال طبعا وجودنا معاهم في استاد القاهرة ومن بعد كده كمان الاجتماع اللي كان هنا في النادي الأهلي، انت بتتكلم أمام بطولة عالمية، البطولة طبعا تحت مسمى الدوري الأفريقي لكرة القدم، ولكن كل المقاييس يا محمد الشغل اللي بتطلب الاشتراطات المطلوبة هي بطولة لا تقل أهمية أو اشتراطات عن البطولات اللي بينظمها الاتحاد الدولي فيفا، واللي زي ما بنشوف دايما الأهلي المشارك فيها خاصة في كأس العالم للأندية. يمكن طبعا الجولة أو اليوم النهاردة ابتدى بجولة تفقدية لمراجعة الاشتراطات اللي كانت طلبتها اللجنة في زيارتها الأولى لاستاد القاهرة. يمكن النهاردة كلمت كمان وكان في لقاء بإذن الله هيعرض على شاشة قناة النادي الأهلي مع المتحدث الإعلامي باسم المجموعة، اتكلم معايا وقال لي احنا راضيين جدا على اللي بيحصل في بعض الملاحظات، ولكن طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي ممثلا لمصر قادر على يعني انجاز كل الحاجات اللي اتطلبت والمطلوبه بعضها. كنا محمد يعني في شتى المجالات النهارده الناس يعني كل جزء في استاد القاهره تم تفقده من اللجنه ومراجعه الاشتراطات اللي طلبوها من قبل، بدايه من مداخل الاستاد محمد نفسها سواء الفي اي بي او كمان مداخل الجمهور العادي، مداخل الاعلاميين، مداخل اللاعبين، مقصوره كبار الزوار، كل دوت تم تفقده محمد، حتى يعني المكان اللي بيتم اعداد المأكولات والمشروبات فيه في كافة الدرجات المدرجات المختلفة تم مراجعته وتم يعني وضع بعض الحاجات المطلوبة او الاشتراطات المطلوبة الخاصة بهذا الشأن. كمان يمكن بيتم يعني حاليا محمد تغيير طبعا بعض كراسي المقصورة الرئاسية وبعض الاشتراطات الخاصة بيها، وبالفعل يمكن تم العمل فيها وشغالين فيها على قدم وساق مع يعني مقصورة الاعلاميين محمد، يمكن تم هيكلتها بشكل كامل والاعمال جارية حاليا فيها، كل وسائل الراحة المطلوبة لكل وسائل الإعلام هتبقى متوفرة وموجودة زي ما بنشوف في بطولات كأس العالم ومش بطولات الاتحاد الأفريقي فقط. يمكن كمان المصورين في الملعب في يمكن اشتراطات بيتم بالفعل برضو تنفيذها سواء يعني مصدر للإنترنت دائم سواء مصادر للتيار الكهربي. هنا بقى كمان كان في النادي الأهلي يا محمد استقبال النادي الأهلي طبعا استقبال ولا أروع عليه وفد، الوفد طبعا محمد يعني المهم جدا نذكر إنه مكون من الفيفا الاتحاد الأفريقي والشركة المنفذة للبطولة بالطبع. يمكن الاجتماع كان موجود فيه الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي يمكن كان موجود من خلال زوم، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص على الترحيب بالضيوف والالتقاط الصور التذكاريه معهم، يمكن دوت ساب اثر كبير جدا طيب لدى اللجنه الموجوده في النادي الاهلي، الاسطوره كابتن محمود الخطيب وتواجده وحرصه على استقباله ليهم. تم طبعا خلال الاجتماع محمد زي ما كنت بتقول في مقدمتك كافه التفاصيل، طبعا مش هينفع ان احنا نفصح عن اللي كان بيتم، ولكن كافه التفاصيل الخاصه بالبطوله من اي تو زد محمد تم مناقشتها، وطبعا يعني خبر حاصل معاك من الترند ان شاء الله باذن الله هيكون في الاسبوع الاول من سبتمبر ورشه عمل شامله محمد مفصله كل شيء في البطوله، هيتم عمل ورشه عمل مخصصه ليه سواء الاعلام، الجزء التجاري، الحضور الجماهيري، الامن، كل دوت هيتم عمل ورش متخصصه ليه في الاسبوع الاول من سبتمبر باذن الله رب العالمين. وكمان في مقادم من مواعيد هيبقى فيه اجتماعات تضم ممثلي كافه الانديه الثمانيه اللي ذكرتهم في مقدمتك المشاركين في اول نسخه من الدوري الافريقي لكره القدم. اكيد. طيب بعد الزياره دي في حاجات ثانيه هيقوموا بيها ولا خلاص كده تكون الزياره تم اختتامها بشكل كويس عشان الناس تستعد بقى للتحضير خلال الشهر اللي جاي؟
يمكن خلاص كده الزياره اختتمت. اخر بس فقره في الزياره، طبعا الناس كانت حريصه جدا يا محمد، يمكن هم دخلوا من مدخل النادي الاهلي المطل على النيل، طبعا شافوا بطولات النادي الاهلي والكؤوس اللي موجوده في المكان المخصص ليها في المبنى الاجتماعي، ولكن دلوقتي طبعا هم حريصين على اخذ جوله في النادي بشكل عام. يمكن كمان محمد من الحاجات المهمه جدا النهارده ان كان حاضر كل ممثلي النادي الاهلي اللي بيشتركوا في تنظيم البطولات، ليه طبعا زي ما قلنا المناقشه في ازاي المباريات هيتم تنظيمها، ايه الاجراءات اللي هتتم، زي ما قلت لك محمد محاكاه لنفس بطولات الفيفا سواء كاس العالم او حتى كاس العالم للانديه. يمكن كان حتى حريصين من الجزئيات الحريصين عليها هو حضور الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول، كان موجود لمناقشه بعض الامور الطبيه او الاشتراطات الطبيه اللي يجب توفرها في البطوله. وكمان يمكن لما اتكلمت معاه احنا كمان محتاجين نستفيد من خبرات دكتور احمد ابو عبله بصفته يمكن شارك في اكثر من 3 نسخ من كاس العالم للانديه بصفته طبعا طبيب النادي الاهلي. كابتن سمير عدلي كمان كان موجود، المدير الاداري لفريق النادي الاهلي العميد علاء صلاح طبعا من اداره الامن، وكمان كان موجود الاستاذه حنان الزيني مسؤول اللوائح والتراخيص بقطاع كره القدم، وكل المشاركين يا محمد سواء القطاع التجاري العلاقات العامه كل المشاركين في كافه الجزئيات اللي بتبقى موجوده او الخاصه بتنظيم اي مباراه كانوا موجودين، وتم زي ما قلت لك مناقشه كل التفاصيل. وباذن الله زي ما قلت لك كمان وباكد اول اسبوع في سبتمبر ان شاء الله هيكون في ورشه عمل هيتم مناقشه كل الحاجات فيها والرد على كافه التساؤلات، وباذن الله تخرج البطوله بالشكل المنتظر والمامول، وباذن الله يكون النادي الاهلي هو اول بطل ليها باذن الله رب العالمين. باذن الله. زميلنا محمد توفيق شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والمتابعه الخاصه لهذا الموضوع منذ الصباح الباكر، زياره للاستاد، زياره لمقر النادي في جزيره، اجتماعات مهمه جدا، وشيء رائع جدا التقاء الكابتن محمود الخطيب بالوفد والقاء كلمه وترحيب بهم في مقر النادي الاهلي بالجزيره، نادي القرن في القاره الافريقيه.